أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في قولكم أنه لا تنفذ الوصية المحرمة، السؤال: هل ترد هذه الوصية على الورثة أو تحول إلى مصدر آخر؟ عند شيخ الإسلام ابن تيمية أنها إذا أوصى بها بأشياء محرمة تحول إلى أشياء مباحة ونافعة. نعم، تصير كالمال الضائع، كالمال الضائع يصرف في المصالح العامة. نعم.